الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ما في الأرض جميعا ومثله معه يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من وما هم بخارجين منها يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن ألم
ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا إن
وما أولئك بالمؤمنين. صدق الله.